إخواني وأخواتي اللي كتعانيو من العرق الخباط أو بومزوي أو الاضطرابات ككل ديال الجهاز الهضمي، مرحبا بكم. اليوم جيتوا الفيديو والموضوع الصحيح إن شاء الله، والوصفة اللي غادي تكون سبب في الشفاء ديالكم. غادي نعطيكم إن شاء الله وصفتين، تبعوا معايا الفيديو ما تزقلوا فيه حتى شي دقيقة، لأنه مفيد جدا 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 وغادي يكون سبب في الشفاء كما قلت ديال العديد من الناس اللي راها كتسمعني وكتبعني دابا، بواحد المكونات اللي هي بسيطة وغنية غنية غنية بالفيتامينات وغنية بزاف ديال الحوايج اللي غادي تعالج لكم هذا المشكل. غادي نتكلموا على هذا الشيء في الفيديو، وإلا تبعتوا هاد النصائح وهاد الوصفتين اللي غنعطيكم اليوم قسما بالله تترجعوا عندي فرحانين للتعليقات. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ واش لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف بزاف بزاف، وكنشكركم لانكم كتسولوا عليا في التعليق في الانستغرام، فين ما كان كتدخلوا، فين راكي؟ واش لاباس عليك؟ فين غبرتي؟ توحشناك، رجعي لنا باللايف، رجعي لنا بدي فيديو، توحشنا الطله ديالك في اليوتيوب. شكرا لكم، كنبغيكم بزاف، لكم مني كل الحب والتقدير. انا راه تنبغيكم كثر 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 كثر. اليوم راني رجعت معكم بواحد الموضوع اللي هو ان شاء الله باذن الله تحت الطلب ديالكم. دائما كتطلبوا لي على شي وصفه او شي مكون بسيط اللي غادي يهنيكم من العرق الخباط او بومزوي او الاضطرابات ديال الجهاز الهضمي. الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا، الشهيه ضعيفه، دائما سخفانين، يعني ما كايناش، كتحسي براسك دائما عندك شي عرق كيخبط في هذه البلاصه هذه، يعني دائما عندك شي حاجه هنايا كتضرب. تبعي معايا الفيديو، وحتى الناس اللي كما قلت كيحسوا بواحد التعب الشديد، ودائما المصران ديالك منفخ، كرشك دائما منفوخه، او لا عندك القبض المزمن او الامساك المزمن. تبعوا معايا ان شاء الله الفيديو، غادي يفيدكم بزاف 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 ان شاء الله باذن الله. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما تنساوش لي اول مره كيشوفني كنرحب بك في القناه المتواضعه ديالي، مرحبا بك. ما تنساش لي الاشتراك في القناه الا عجبك المحتوى بيان سور، دير لي لايك وفعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. بالنسبه للمتتبعين الكرام الغاليين عندي بزاف بزاف بزاف، ما تنساوش لي لايك الفيديو وبارطاجيوه مع الناس اللي كيعرفوا، خليوا لي شي تعليق محفز لانني توحشت تعليقاتكم صراحه الله، والله الا توحشتكم بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله اليوم غادي يكون لايف ان شاء الله مع العشرة ان شاء الله باذن الله، او تسعود على حسب يعني الناس شنو. انا نكتبها لكم في اول تعليق، خليوا لي تما شنو بغيتوا، واش تسعود ولا العشرة، على حسب الناس كتكون خدامه الصباح. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم في المقدمه، غادي نبدا نعطيكم ان شاء الله دابا المكون. بالنسبه للمكونات اخواتي، مكون واحد كافي ماشي جوج، انا غنوريكم وصفتين وبجوج بهم فيهم مكون واحد، فهمتوني شنو كاين؟ غادي نعطيكم اختيارات جوج يعني وصفتين. الوصفه الاولى خواتاتي كتكون من العرقار، ها هو العرقار شفتوه، كنشدوه كنقيوه، كنقيوه من بحال هادشي هذا مثلا، هادي راه عنصر داخل ما خصوش يكون مثلا هكا، كنشدوه كنغسل، ما كنغسلوش، كنمسحوه وكنشمسوه، ما تغسليهش، غير نفضيه من الغبره ومسحيه وحطيه في الشمس تيبس، وغادي طحنيه على هذا الشكل، صافي طحنيه بحال هكا. انا درتو في الميكسور حتى تطحن مزيان يولي بودر، وغرب ليه ما يبقاوش فيه العواد، ضروري هذه المساله البنات، يعني ماشي غير طحنيه شويه وتخلي لك فيه هذوك العواد طوال، جيبي هذيك الغربال ولا الصفايه وهكا غرب ليه في شي حاجه عاده، باش هزي منه معلقه في الماء ديال الكاس، في كاس ديال الماء عفوا يكون دافي. من بعد غادي، ماشي غادي تهزو معلقه، غير راس معلقه مثلا بحال هكا، غادي تشدوها غادي تخلطوها في الكاس ديال الماء يكون سخون، وغادي تخليوه حتى كيدفى، وغادي تشربوه على الريق مده ديال 3 ايام، ما خصش هادشي يكون مكور بحال هكا. انتم شوفوا تبعوني مزيان، ما تفلتوا حتى شي حاجه، وعذروني شويه الصوت ديالي ماشي هو هذاك، راه ضربني البرد شي شويه، راكم عارفين دابا الجو كيفاش داير وصافي. المهم بحال هكا غادي تبداو كتشربوا كاس واحد على الريق كل صباح على الريق، يعني قبل الفطور 3 ايام فقط، واللي ردي لي الخبر راه غادي تولي ان شاء الله بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. غير تبعي، ماشي ديريها نهار ونهار، لا ضروري انها تكون 3 ايام متتاليه. واخا هذه بالنسبه للمكون الاول. بالنسبه اللي ما بغاتش العرقار ياك، او لا ما عندهاش، ما متوفرش عندك العرقار، غادي تجيبي هذا المكون الرائع اللي ما خصوش يخطاكم من الدار، اللي كيصلح بزاف ديال الحاجات، راه ماشي غير بومزوي او لا الاضطرابات ديال المصران وكذا،
راه كيصلح بزاف ديال الحوايج، غادي نتناولوا بزاف ديال الوصفات منه ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. وهو الخروب، لما كيعرفش الخروب راه هو هذا، ها شفتوا الخروب تيكون على هذا الشكل، كنشدوه كنمسحوه مزيان، كل وريقه بوحدها ماشي تبدا تزربي، يعني ضروري انه يتمسح مزيان، يعني تجيبي واحد البابيي اولا واحد السربيته تكون اولا شي قماش اللي يكون نظيف جدا، وغادي تبداي كديري به بحال هكا كتمسحي كل وحده بوحدها. شتي كي كتخلي الغبره ما عرفتش واش كتبان لك ولا لا، ضروري ان هذاك الغبار يتزول مزيان. من بعد غادي تشديه اختي، غادي تقطعيه هكا وغادي ديريه في الميكسور. غادي تجيبي طحانه اللي كطحني فيها العطريه وغادي تلفي فيها وغادي تطحنيه. انا راه واخا ما نقطعوش الميكسور عندي مزيان، بالنسبه لك انت سهلي عليها الامور، قطعيه قد ما رققتيه، راه غير بيدك كيتقطع شتيها، ولوحي ليها. غادي تقطعيها اختي وغادي ترديه بودر. من بعد ما غادي ترجعيه بودر عندك ثلاثه ديال الاختيارات، يا اما غادي تجيبي الماء سخون ياك وغادي تبداي كتخلطي راس معلقه حتى هو في الماء ديال الماء سخون وكتخليه حتى كيولي فاتير وكتبداي كتشربيه 3 ايام على الريق ياك، نفس الشيء بحال الوصفه السابقه. يا اما كتبداي كتهزي منه راس معلقه وكتبداي كتخلطيه في العسل الحر، يكون احسن. ما لقيتيش العسل الحر وكنتي من الناس اللي ما عنده ما كيتحسوش، واخا عندك بوم زوين ما كتحسيش من الحليب، سخني الحليب ولوحي فيه معلقه ديال هذا الخروب. الخروب مزيان بزاف حتى للناس كما قلت لي عندهم الامساك الحاد. انا دابا عطيتكم وصفتين مع طريقه الاستعمال بجوج بهم ساهلين. هذه الكميه اللي شفتوا معايا دابا هنا راه غير جوج دراهم ديال الخروب، يعني جوج دراهم يشريو لك ان شاء الله الدواء والعلاج. راه ماشي الفائده في الغلا، الفائده في المفعول، يعني في التيسير من الله سبحانه وتعالى. الا بغى يشافيك تيشافيك على واحد الحاجه اللي هي بسيطه 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 بزاف ورخيصه بزاف. فهموني شنو كنقول لكم، الخروب ما تستهنوش بالفوائد ديالو، زوين بزاف كما قلت ديال الحاجات ومن بينها بوم زوي. فهاد اللي هضرت لكم على العلاج ديال المصران وديال كذا وبوم زوي بارقسوس، تا ارقسوس البنات ما تستهنوش به. راه الناس اللي كيتواصلوا معايا غير الوصفه ديال ارقسوس جاب ليها من الله عليها الشفاء. غادي نحاول ان هذاك الفيديو الا ما تذكرت غادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف الرابط ديالو اللي بغات تشوفوا. راه الارقسوس مزيان. غادي نعاود نذكركم بالوصفتين اللي هضرت عليهم اليوم. هضرنا على الارقار، غادي تشديه تمسحيه وتطحنيه وتهزي راس معلقه منه في الماء دافي وتشربيها 3 ايام ياك. وغادي تاخدي عاوتاني الا ما توفرش عندك هذاك، ما ديريش لي دو غير واحد كافي، يعني ما تخلطيش الوصفتين، ما تقوليش نشرب هذا وهذا، لا غير واحد. المهم غادي تاخدي الخروب مسحيه مزيان وقطعيه وطحنيه، وغادي تاخذوا منه نص معلقه او راس معلقه وغادي ديريها في الماء دافي او في العسل الحر او في الحليب سخون، وغادي تبقى تشرب من صباح لصباح مده ديال 3 ايام على الاقل بالنسبه للخروب، لانه ما عندوش اضرار. وهو بنين في لوغو ديالو كما كتعرفوا، راه كيتصنع منه الشوكولا، كيتصنعوا منه بزاف ديال الحوايج اللي حنا كنستعملوهم دائما دائما في المطبخ ديالنا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما نكونش طولت عليكم، راه حاولت ما امكن انني نختصر، يعني عطيتكم وصفتين ساهلين ماهلين انكم ديروهم، يعني ابتداء من دابا غادي تقدري تنوضي انك تصاوبي الوصفه، وحتى العرعر غير درهم ديال العرعر راه غادي دير لك 3 ايام ويشيط لك العرعر. فهمتوني البنات، ما تطحنيش كلشي، ما تجيبيش كلشي وتطحنيه. كنتمنى ما نكونش كنكرر ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. كنحماق عليكم، ما تنساوش ليا اللايك، ما تنساوش تستناوني في اللايف. كنحماق عليكم مره اخرى مره اخرى نقولها وما نملش منها. الى اللقاء الى فيديو قادم، ما تنساوش ليا لايك.